بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكلمكم النهاردة على يوم في الجنة، واليوم ده هيحصل فيه موقف أنا بسميه موقف لذيذ جدا، يعني كل ما أراه أبتسم زي ما النبي ابتسم وهو بيحكي الموقف ده صلى الله عليه وآله وسلم. بس الموقف ده أنت يعني تاخد الحاجة الجميلة اللي فيه. لو عندك شعور في الدنيا جميل تجاه ربنا، في شعور تجاه ربنا اسمه حسن الظن بالله. يعني إيه حسن الظن بالله؟ يعني دايما تبقى متوقع من ربنا كل خير. انت عندك ضائقة مادية، عارف انه مش هيسيبك، انت عمال تقول يا رب انا بتصدق. طب انت يعني يا رب انا دلوقتي في ضائقة مادية وانا بتصدق، ما في ناس كتير وحشة يا رب. لا، انت ما تفكرش كده، تعرف كويس جدا ان رب العالمين سبحانه وتعالى لو في ضائقة مادية يمكن يحب يسمع صوتك، لو جواز تأخر يمكن بيجهز لك او بيجهز لك احسن عروسة، وبيجهز لك واحد فعلا يعيشك ملكة في الدنيا وفي الآخرة كمان. لو أنت مريض أو عندك مشكلة صحية، اعرف أن ربنا أحن عليك وأرحم بيك من نفسك. فدائما تبقى محسن الظن بربنا أن ربنا مش هيسيبك. لو عشت بالشعور ده هتموت بيه، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام: من عاش على شيء مات عليه، ويبعث المرء على ما مات عليه. فلو عشت بالشعور ده هتموت عليه، ولو مت عليه هتروح عند ربنا بالشعور ده، أن أنا متأكد أن أنت مش هتضيعني. فأنت لو رحت عند ربنا متأكد أنه مش هيضيعك، ربنا ما بيضيعش العشم، يعني ما بيخيبش الظن، لأنه قال سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. طب إيه بقى اللي عايز أحكيه لكم النهاردة؟ أحكي لكم على مفاجأة ربنا يعملها الواحد بعد الحساب، واقف بين الجنة والنار، لا دخل الجنة ولا دخل النار، بس الوقفة جنب النار درجة الحرارة عالية، فوشه وجعه جدا من الصهد اللي حوالين النار. أنا برضو بحكي لكم الحديث كأنه قصة كده. فيروح ينده لربنا وهو ده مقامه، هو هيفضل واقف كده يعني، لكنه من جواه أن ربنا مش هيضيعني. يقول له: يا رب ابعدني عن النار لأن أنا تعبان من النار، يا رب ابعدني عن النار فقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. يعني الريحة والرائحة ودرجة الحرارة مش قادر استحمل. فيقول له: لو بعدتك عن النار ما تطلبش حاجة تانية؟ يقول له: وعزتك وجلالك لا أسألك شيئا بعدها. بس هو من جوه عارف أن ربنا مش هيخيل له طلب يعني. فربنا يبعده شوية، فيلاقي شجرة تحتها ظلة وشوية مية كده. فقال له: يا رب ممكن يا رب تقربني من الشجرة عشان أقعد في الظل وأشرب من المية؟ فيقول له: ما أخضرك يا ابن آدم، مش أنت لسه حالف دلوقتي من شوية أنك مش تطلب مني حاجة تانية؟ قال: وعزتك وجلالك لأن قربتني من الشجرة لا أسألك شيئا بعدها. فيقربه من الشجرة فيشرب من شوية المية الحلوة دي ويقعد تحت الظل. بعدين يشوف شجرة تانية على باب الجنة حلوة جدا، فيفتكر أنه حلف. بعدين يقول: ربنا مش هيضيعني، ربنا عند ظني، عارف العشم، هو العشم هو حسن الظن، أنا عشم مش هيروح في ربنا. يا رب الشجرة رب اللي على باب الجنة. فيقول له: ما أخضرك يا ابن آدم، ألم تقسم بعزتي وجلالي إن قربتك من الشجرة لا تسألني شيئا بعدها؟ قال له: معلش آخر طلب، والله ما هطلب حاجة تانية يا رب. فيقربه من الشجرة فيستظل بظلها ويشرب من مائها، وتقع عينه على أبواب الجنة والناس اللي جوه، واللي فرحان واللي طاير واللي مبسوط واللي بيضحك واللي في البسين واللي في البحر واللي خارج كل حاجة بقى، ولا خطر على قلب بشر. فيفتكر أنه حلف. بعدين يقول: عم ربنا طيب، يا ربنا كريم وطيب معانا، وإن الله طيب فعلا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، يا رب الجنة يا رب. فيقول له: ما أغدرك يا ابن آدم، ألم تقسم بعزتي وجلالي ألا تسألني شيئا بعدها؟ قال: يا رب الجنة. قال: ما يرضيك، عايز يطف في الجنة؟ لو رب يرضيني أنا عايز أخش الجنة يا رب، أي حاجة بس نفسي أخش الجنة. قال: أما ترضى أن يكون لك في الجنة مثل الدنيا؟ يا نهار أبيض، يبقى عندي قد الدنيا؟ أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ يا رب بتهزأ بي؟ ساعتها ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرجل ده كان فاكر أن ربنا هيدخله في الجنة يقعده على كرسي يقول له: افتحش بقك، أنت بس مالكش في الجنة إلا سنتي في سنتي كده، أنت لسه كنت من شوية برة. فلما ربنا قال له: أنت ليك قد الدنيا في الجنة، اتفاجئ، قال له: أتهزأ بي؟ فضحك منه ربنا، ضحك منه لأنه شايف عبد مش متصور كرم رب العالمين. قال: أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، اذهب فإن لك في الجنة مثل الدنيا وعشرة أمثال، ولك ما اشتهت نفسك وأقرت عينك، اللي يبسط عينيك هتلاقيه بتاعك. عشان كده اللي هيحصل له كده هو اللي عنده حسن ظن بربنا، اللي هيروح يوم القيامة عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وممكن تكون سيئاته كتير لكن بحسن الظن هيبقى عنده في الجنة قد الدنيا وعشرة أمثال.